رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر أن أحد الدعاة كان مجتهدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودلالة الخلق على الهدى، كان حريصا على تبليغ كل من لقيه من الناس أوامر الله ونواهيه. وقع له خاطر، لماذا لا تحصل على الموافقات الإدارية اللازمة للذهاب إلى السجن لتبلغ السجناء لتعلمهم الحلال والحرام؟ أليس من أبنائنا؟ أليس من إخواننا وأخواتنا؟ بالفعل قام بالتواصل مع المعنيين، أذن له بإلقاء درس في السجن. لما ذهب للسجن وأنهى درسه الأول، اقترب منه أحد الشباب السجناء ممن حكم عليه بالإعدام وقال له: يا شيخ، لقد تأخرتم علينا كثيرا، أين كنتم قبل الآن؟ يا أخوان، في كل يوم أنت تتأخر فيه عن الدعوة إلى الله يغرق غريق. كل يوم بتتأخر عم بيروح واحد، إذا مو أكثر، وأنا بيروح مني واحد والتاني واحد والتالت واحد. هي العملية عملية إخراج أناس من الظلمات إلى النور، يا بتلحق تخرجوا يا راح. كيف تدعو إلى؟ هدف السلسلة تزويدك بأدوات تعينك على الدعوة إلى الله، لنصير جميعا دعاة إلى الخير، أدلاء على الحق، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، ناصحين لمن حولنا، مستشعرين مسؤوليتنا عن خدمة هذا الدين. عنوان الدرس اليوم: ماذا إذا لم يستجب المدعو؟ ما زلنا قبل تسليمكم الأدوات نجهزكم بمادة نظرية. بكرة أنت حتحمل ملفاً وتمضي إلى أخيك، إلى جارك، إلى شريكك، إلى شخص تعرفه أو لا تعرفه، تبلغه فلا يستجيب. شو تساوي؟ ماذا إذا لم يستجب المدعو؟ بداية، شو يعني لم يستجب؟ أو شو يعني استجاب؟ كيف بتعرف أن هذا الذي بلغته استجاب أو أنه لم يستجب؟ تحصل استجابة المدعو في واحد من سبع استجابات. يعني هلأ أنا حبحكي لك سبع شغلات، أي وحدة فعل منهم معناتها استجاب هاد. هلأ بس إذا ما فعل ولا وحدة من السبعة معناتها ما استجاب. هلأ بنقول لك طيب إذا ما فعل السبعة شو بدك تساوي؟ أول شيء، شو يعني استجاب؟ أول وحدة، تطبيق ما طلبته منه كاملا الآن. هي أعلى استجابة، إنه اللي قلت له يا بيعمله بحسافيره وهلأ. مثلا واحد بدخين، رحت انت، هلا حنعطيكم ملف اسمه كيف تدعو الى ترك التدخين، رحت قعدت معه، قام هو فورا طلع هالباكيت وفرمه وقال لك انا بعمري ما عاد ارجع للتدخين. طبق ما قلته له كاملا والان بارضه، هي استجابه. هلا في استجابه ثانيه، تطبيق بعض ما طلبته منه الان. بعض، قال لك أخي هلأ أنا أترك التدخين، ما حاب أتركه، كل يوم بس حاب أدخن سيجارة الصبح وسيجارة المساء، صدق ما بدخن غيره، بعض ماشي الحال، كمان هذا استجاب. صحيح مو مثل ما أنت حاطط ببالك لازم يأخذ الشغلة كلها. هلأ واحد ما بيصلي، قال لك أخي تعال، قال لك شوف أنا هلأ عجبني كلامك بس أنا حاب صلي الظهر وعصر، صبح مو خرج فيه ابنوب وعشي مكسر بدني ومغرب مالي فاضي، ظهر وعصر
هي استجابة. إذا قال لك هيك قل له توكلنا على الله كتر خيرك، ماشي الحال، استجاب جزئيا، يعني شو ضروري يستجيب كل شيء؟ كمان هي استجابة. هلأ في واحدة ثالثة، تطبيق ما طلبته منه كاملا لاحقا. في واحد بيقول لك خلص أنا حبساوي اللي قلت لي يا كله، بس مو هلأ، تركني هلأ، تركني شي شهر زمان، بعد شهر إن شاء الله أنا ناوي اللي أنت قلته بدي ساوي، كمان منيح، هي استجابة ثالثة. استجابة رابعة، تطبيق بعض ما طلبته منه لاحقا، مو كلهم بعضهم، وكمان مو هلأ بعدين، كمان منيح، هي استجابة. إذا صار معك هيك أنت خدمتنا كثير، أنت نجحت، أنت إنسان ناجح بالدعوة إلى الله. هي أربعة. خمسة هلأ، الإيمان بما قلته له والقناعة به ولو لم يطبق، كمان هي استجابة. هو اقتنع بما قلته وآمن به، بس قال لك أخي أنا يعني ما حبقدر نفذ اللي عم تقوله، بس أنا صدق اللي أنت عم تقوله هو صح. هذا كويس يا أخوان، هو الإنسان يغير سلوكه بعد أن يغير تصوره، مر معنا بقى. هلأ أنت غيرت له التصور، تركه شوي لحاله، بعد حين إن شاء الله إن شاء الله بتغير السلوك تبعه. رجل قال يا رسول الله أنا بدي أؤمن بك، بس ترى أنا بشتغل حرامي سارق، بقال أنا بؤمن وبصلي بس دي ضلي عم بشتغل شغلتي. قال له توكلنا على الله، منيح آمين. هلأ هو كان كافر وحرامي، هلأ بصير مؤمن وحرامي، خطوة على الطريق. الصحابي قالوا يا رسول الله ما سمعت شو قال الرجل، قال بلى بلى سمعت، بس انتظروا إن صلاته سوف تنهاه. هلأ غيرنا له التصور تبعه الرئيسي، شوي شوي بيتغير الفرعي. فأنت إذا الرجل آمن بما تقول واعتقد ولو لم يطبق، برابو عليك، استجاب لك، هي استجابة نوع خمسة. رقم ستة، إذا خفف من عداوته لمبدئك وعملك، هي استجابة. يعني في واحد عدو، عدو للالتزام، عدو للملتزمين، عدو لأهل المساجد، عدو لأهل الدين، أنت رحت حاكيته ما صار من أهل الدين ولا صار من أهل الالتزام ولا اقتنع بالدين تبعك ولا بالالتزام تبعك، بس صار عنده لك والله هدوم مؤدبين تاري تبع أهل الدين، لك والله ناس محترمين، أنا فكرون جهلي هدون جايين من العصر الحجري، ليك هذا طبيب وهذا مهندس، لك ليك عم يحاكيني الرجل، لك وجب لك مادة علمية. إذا خفف من عداوته لمبدئك، هي استجابة. الله يجزيك الخير، برافو عليك، أنت نجحت، يعني مو شرط يجي معك، يحضر حيث تحضر ويعمل ما تعمل. إذا خفف من عداوته كمان هي استجابة رقم ستة. والاستجابة رقم سبعة، أن يقطع عداوته بالكلية لمبدئك وعملك، خلص ما عاد بيعادي العمل الإسلامي، كمان هي استجابة. هلأ هدون السبعة يا شباب يا أخوات هن استجابة، فأنت إذا حصلت أي واحدة من هدون السبعة فالله يجزيك الخير، أنت مضيت بالاتجاه الخير. لكن ماذا لو لم تحصل ولا واحدة من هذه السبعة؟ لم يستجب، بس لا عرفتوا شو معنات لم يستجب، يعني حتى ولا واحدة من هالسبعة تنفذ، شو بدك تعمل؟ بجوز أنا أدعو إنسان ولا استجاب على الإطلاق. أنا بتذكر مرة دعوت إنسانا، يعني أكثر ما وصلت إليه هو عفوا بعيد من هون، سكير رزيل سبيب ديان، لا صلاة لا صوم لا بنوب، يعني رزالة سبعة وزمتها، يعني رشاوة مال حرام. أنا أذكر دعوته ما طلع بإيدي معه شيء، بنوب بنوب بنوب، ولهلأ يعني في بيني وبينه تواصل بعيد، بس ما طالع معي منه شيء غير أنه هو صار يحترم الملتزمين، بس يعني أنا حصلت معه أنه صار يحترم من يمشي في درب الالتزام، بس لا غير مبدأه ولا غير اعتقاده ولا غير سلوكه، بس منيح هذه خطوة. بس هلأ ماذا لو أنك فعلت ولم يستجب بالكلية، حتى الاحترام ما عنده هذا الشيء؟ الجواب، واحد، راجع نفسك، فلعلك أخطأت في الأسلوب المناسب، أو لعلك اخترت الزمان غير المناسب أو المكان غير المناسب، أو خالفت واحدا من الأمور العشرة التي مرت معنا في دروس ماضية. بجوز أنا مأخطئ،
فبراجع حالي، إذا أنا مأخطئ بصحح. 2، إن لم تكن أخطأت فاعلم أنك قمت بواجبك وأجرت عند الله تعالى، سواء قبل المدعو أو لم يقبل، استجاب أو لم يستجب، فأنت مأجور على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من عظمة عمل الدعوة يا أخوان هو بيخالف كل الأعمال الثانية. هلأ مرات أنا بشتغل مندوب مبيعات عند واحد بيقول لي إلك 20% من يلي بتجيبه، إذا أنا جبت 0 ما بيطلعني شيء، فأنا باخد عن النتائج. بس بالدعوة إلى الله أنت مو بتاخد عن النتيجة، أنت بتاخد على العمل. فأنت وأنا إذا دعونا إلى الله نحن مأجورون على العمل، سواء قبلوا أو لم يقبلوا، سواء استجابوا أو لم يستجيبوا، سواء استفادوا منك أو لم يستفيدوا، ما دمت بلغت فأنت مأجور. من عظمة هذه الدعوة، لذلك نصيحة اشتغلوا بالدعوة إلى الله، أنتم مأجورين على مجرد الدعوة إلى الله ما دمت أتقنت هذا العمل. 3، إذا لم يستجب المدعو لا تيأس، لا تزعل، لا تتراجع، لا تتوانى، لا تيأس، واعلم أن أفضل الدعاة قوبلوا بمثل ما قوبلت به أو أشد. واقرأ معي في سورة الأعراف: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. أنت أحسن لما سيدنا نوح، سيدنا نوح أكيد، قال الملأ من قومه، يعني مو واحد قال له، مجموعة هيك اجتمعوا قالوا له ترى أنت واحد في ضلال مبين، ما بتفهم، ما لك عرفان شو صاير بهالدنيا، لا تزعل، لا تزعل بكرة أنت إذا دعوت واحد وقال لك إنك في ضلال مبين، والله أنت خويته مو عارف وين الله حاطك، والله أنت عم تحاكيني شغلة من العصر الحجري ونحن صرنا ب 2018 للميلاد، روح أخي روح من وشي، لا تزعل. هيك قالوا له لسيدنا نوح. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قالوا له أنت واحد عقلك سفيه، وهو أعقلهم نبي زمانه، وهو أكملهم عقلا، قالوا له أنت سفيه، لا تزعل إذا ما استجابوا لك، لا تيأس، الأنبياء هكذا قوبلوا. وهكذا قوبل سيدنا إبراهيم، أبو لسيدنا إبراهيم ما آمن معه، وإسماعيل وصالح ويونس ولوط وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هلأ اللي دعاهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم أسلموا، أبو جهل ما آمن، أبو لهب ما آمن، أقرب الناس إليه ما آمنوا. ما تزعل أنت إذا رميت بذارك ولم تثمر، ما بتثمر هي، بتثمر هي. 4 قبل الأخير: إذا حاورك المدعو فاحرص على محاورته بالحسنى، وإذا سألك ما لا تعلم فاعتذر منه بأدب، وقل سؤالك مهم لكن اعذرني فلا أعلم جوابه الآن، سأراجع المسألة وآتيك بطلبك، وإن أساء إليك بالكلام فلا ترد إساءته، وإذا لم تجد نتيجة من الحوار فأنهي الحوار بأدب، قل لعل الأيام تظهر لك غير ما تقول اليوم، وأسأل الله لي ولك السداد والسعادة. ما في مشكلة، ما اقتنع وما بده يقتنع، قل له خير إن شاء الله، لعل الأيام تغير ما تعتقد أنت. السلام عليكم. 5 وأخيرا: لا تنسى أن الوقت مهم في تغيير الطباع والسلوك، فارمي بذارك وانصرف، وأيقن أن الوقت مع فضل الله عز وجل سينبت هذه البذار. مين بيعرف شتلة الزيتون بعد قديش بتطالع زيتون؟ 5 سنين. يعني أنت حط الشتلة كل شوي هيك صقيها وتركها، بعد 5 سنين ما تلاقي غير صارت شجرة. التين 10 سنين، مو كله. هلأ البقدونس فورا، النعنع فورا، طرخون ما بيطول كثير، بس يا أخي التين بيطول. فأرمي هالبذار، حط هالشتلة وامشي امشي، إذا ما هلأ أثمرت وطالعت ممكن بعد 2 سنين تطالع، ممكن بعد 5 تطالع، ممكن بعد 10 تطالع،
المهم أنت قدمت ما أمرت به. هذه أيها الإخوة مقدمات في سلسلة كيف تدعو إلى، لننطلق إن شاء الله تعالى بدءا من الدرس القادم إلى تطبيقات عملية لدعوة من حولنا إلى الخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين.